ده من ضمن اخطائه. تمام. مفيش حد يقول كده. محدش يقول كده. مفيش. ام كلثوم عمرها ما قالت انا اعظم مطربه. انت عمرك رجعت لو رجعت الارشيف ما تلاقيش كلمه انا الاعظم وانا الاعلى وانا اللي مكسر الدنيا. ما حدش بيقول كده ابدا. شايف دي خسارته يعني؟ يعني من ضمن، لا يعني هي من ضمن، لانه هو بص اللي اخترع الحكايه دي كان عادل امام. اول واحد اخترع ان انا قوي بالرقم ويواجهك بالرقم من زمان، من الثمانينيات. عادل كان في المسرح بتاعه يعمل كده، يحط كان عنده سبوره كده او بتاع يحط عليها الارقام ده. لكن خطا، مش معنى ان عادل عملها، لا خطا. ف رمضان ماشي بالنظام، انا بالرقم، انا الاعلى، انا رايي لا، برغم اعجابي برمضان وشايف انه موهوب وشايف انه كاريزماتيك كنجم، لكن اسلحته في الدفاع عن نفسه بتتحول الى اسلحه لضرب نفسه.